التي ظل مسؤولوها يتحدثون عن جزأرة البرامج والدروس، يفاجأ المعلمون المكونون بدليل وسائل تعليمية تابع هذه المرة لوزارة التربية بالمملكة المغربية. بعد هذا الفيديو كذلك نجد دروس موجهة لتكوين الأساتذة في الابتدائي بعنوان المملكة المغربية، مديرية المناهج بعنوان المملكة المغربية، مديرية المناهج والحياة المدرسية. نحن استدعينا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية في دورات طارئة غدا، وسيكون من بين جدول أعماله التطرق إلى هاته النقطة. نقابيون استغربوا لما يجري داخل القطاع، وطالبوا السلطات العليا بالتدخل ووضع حد لما أسموه المؤامرة على الأجيال. طالبوا السلطات العليا التدخل، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وكذلك الوزير الأول، التدخل من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات، وخاصة وهي في المدرسة الجزائرية التي نعتبرها مدرسة أحفاد الشهداء. كلما جاءت فضيحة أنست المتابعين أختها. هذا هو حال قطاع التربية الذي أصبح مرادفا للفوضى والتخبط بين فضائح وقرارات غير محسوبة تضرب مصداقية هذا القطاع الحساس في الصميم. تيلي بلوس، تميز ومصداقية.